يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للرجل أن يسأل الله سبحانه بالعمل الصالح لابنه أو لابنته؟ هل يباح للرجل أن يسأل الله تعالى بالعمل الصالح لابنه أو لابنته؟ يعني يتوسل إلى الله بعمله ويدعوها أن يشفي ابنته أو يشفي ابنه، لا بأس بذلك، لأنه الداعي هو الداعي وقد توسل إلى الله بعمله هو. قال له أن يتوسل بعمل ابنه الصالح؟ لا، عمل الغير لا تتوسل بعمل الغير أبدا، توسل بعملك أنت فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه قاعدة خذوها، لا تتوسل بعمل الغير، توسل بعملك أنت. نعم.